لاسك لينيرس النمساوي ايزاد الكامار الهولندي الدور الاوروبي اوروبا ليج شنا الدور 32 وين كانت مباراه شيقه شنا الشوط الاول وين شنا هدف واحد من تسجيل عن طريق ضربه جزاء ماركو الذي سجل في الدقيقه 44 شنا كيفاش كان الشوط شنا الكامار اللي نقولوا الكامار اللي فانيك الفريق اللي عنده الشخصيه تاعو عنده اسم تاعو شنا كيفاش كل مدرب وين دخل بخطه شنا كيفاش لاسك اللي دخل بخطه دخل بخطة 4-5-1 شنا الكامار اللي دخل بخطة يعني 4-4-2 نقولوا باللي شنا الاسكندر شنا الاسكندر من جانب لاسك الذي انقذ المرمى تاعو شنا فيليب شنا توانير شنا بيتر شنا رافاتير شنا جيمس هولاند شنا كيفاش بيتر شنا رينار شنا توماس دومينيك شنا ماركو المسجل الهدف عن طريق ضربة جزاء يعني شنا الكامار وين دخل بخط دخل بلعب التشكيلة ماركو شنا جونس شنا رامون شنا اوين شنا فيدري شنا فادريك شنا داني شنا جوردي شنا تيون يعني كاليفان شنا كاليفان كذلك شنا ماريون شنا اسامه الادريسي من جانب الكامار يعني كانت المباراه نقولوا وين كانت مباراه شيقه مباراه شاهدنا الشوط الثاني كذلك وين الكامار وين رمى بكل ثقله شنا كيفاش كانت المباراه اللي كانت شيقه مباراه كانت نقولوا بلي كانت منحصره في وسط الميدان كانت منحصره في الشوط الاول وين كانت منحصره في وسط الميدان شنا الشوط الثاني كيفاش كل مدرب وعمل تغيير في الخطه كل مدرب ودار تغييرات يعني كانت تكتيكية ما بين المدربين خاصة هذو الفرق اللي فيها مدربين نقولوا فيها مدربين نقولوا مبتدئين نقولوا بلي مدربين اللي يعرفوا خطط يقراوا الخطط مدربين اللي عندهم خبرة كبيرة تشوف عندهم خبرة كبيرة يعني كانت نقولوا كانت المباراة خاصة شفنا كيفاش نهاية الشوط الثاني كيفاش كانت نهاية تاع الشوط الثاني كانت ممتعة وشاهدنا هدف واحد شوط ثاني كذلك وين كانت نهاية تاعو ممتعة لاسك ليناز الكامار شنا كيفاش كانت المباراه شنا هدف ثاني ماركو الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 44 الشوط الثاني وين سجل هدف ماركو في الدقيقه 50 يعني شاهدنا اهداف في الشوط الاول اهداف في الشوط الثاني امام الكامار الفريق القوي وين لاسك ليناز النمساوي عرف كيفاش يسجل على الكامار الهولندي هذا هو الدور الاوروبي بريمير ليغ اوروبا ليغ الدور 32 لاسك لينرز النمساوي ايزاد الكامار الهولندي صحيح.